السلام عليكم. اليوم نتكلم على الواجهة البحرية تاع مدينة الجزائر العاصمة، واللي بدأ بناؤها في يعني مباشرة بعد احتلال الجيش الفرنسي لمدينة الجزائر، يعني في السنوات الأولى للاحتلال بدأ البناء تاع الواجهة البحرية انطلاقا من القصبة السفلى وانتهاء بساحة البريد المركزي مع بداية القرن العشرين. إذن وواحد من أكبر المهندسين العالميين اللي شارك في بناء الواجهة البحرية تاع مدينة الجزائر، وهو لوكوربيزي المعروف بإنجازاته الكبيرة في كل أنحاء أوروبا. إذن هذه هي، والمناسبة بمناسبة يعني حلول أول نوفمبر ذكرى اندلاع ثورة التحرير، تم تجديد كل الواجهة البحرية، ونشوف هنا البنايات تم تجديدها، ويعني إعطاء منظر جميل للواجهة البحرية، ولتعتبر حسب المهندسين والخبراء في العالم منذ أكثر من يعني 60 أو 70 سنة، تعتبر الواجهة البحرية تاع مدينة الجزائر واحدة من أجمل الواجهات البحرية في العالم. كاين بعض الواجهات اللي تقدر تضاهي واجهة الجزائر، كمثلا واجهة تاع موناكو في فرنسا في المتوسط، وبعض الواجهات في العالم، لكن الواجهة البحرية تاع الجزائر الفرونت مار ولا سكون ابل لا راد دالجي، لا راد دالجي اي لين دي بلو بيل راد دو موند، هذه مذكورة. إذا هنيئا للشعب الجزائري بمناسبة يعني الاحتفال بثورة التحرير. وكذلك نزيد نأكد واحد النقطة مهمة جدا، هذه الواجهة البحرية وكل التراث المعماري الجزائري الموجود في الجزائر هو من بناء وإنشاد أيادي جزائرية. الجزائر بنيت بدماء وأعراق الجزائريين، كان فيه بعض المهندسين من أسبانيا وفرنسا وأوروبيين، لكن اليد العاملة جزائرية 100%. وعندما نشاهد يعني البناء نتاع الواجهة نعرف يعني الحجم نتاع الأشغال نتاع الصخور التي جلبت من مناطق أخرى، وجلبت من القصبة ومناطق أثرية أخرى لبناء الواجهة هذه، وكل هذه الأشغال الشاقة تمت إنجازها بأيادي جزائرية 100%. إذن نفتخر بهذا التراث العالمي نتاع مدينة الجزائر، وعندنا التراث هذا منتشر في بعض الدول، في بعض المدن في داخل الوطن. نفتخر بهذا التراث، ولابد علينا أن نحافظ عليه وأن يعني on le met en valeur. نكتفي بهذا القدر، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.